بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة الفاتحة، تسمى سورة الفاتحة، تسمى أم القرآن، وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، وتسمى بالرقية لأنها يرقى بها المريض ويرقى فيها من اللدغ، لدغ الحيات والعقارب، تسمى بالكافية. وهذه الأسماء كلها تدل على عظمة هذه السورة، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته فهذا يدل على عظمته. وهي فاتحة المصحف الشريف، فاتحة القرآن، وفيها أسرار عظيمة وأحكام جليلة. فقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح بها كل سورة من سور القرآن سوى براءة، وهي آية مستقلة من كتاب الله، ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية من تلك السورة، وذلك في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت للفصل بين السور، ولا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه كذب، وإنما تكتب ويبتدأ بها في جلائل الأمور، يبتدأ بها في جلائل الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في مراسلاته للدعوة إلى الله عز وجل، كما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ، يدعوها إلى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها في حديثه في مجالسه الشريفة، كان يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، فهي ذكر عظيم. وقوله بسم الله، الباء للاستعانة، أي استعين ببسم الله، والبركة أي أتبرك بكل اسم من أسماء الله، وأستعين بكل اسم من أسماء الله جل وعلا. فاسم مضاف، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم. فقوله بسم الله أي كل اسم لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يكون مؤخرا، أي أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخر العامل وقدم المعمول فهذا يفيد الحصر. والله علم على ذات الله جل وعلا لا يسمى به غيره، ومعناه ذو الألوهية وهي العبودية، فالله هو المألوه، بمعنى هو المعبود سبحانه وتعالى المحبوب، لأن من معاني الإله، من معانيه أيضا المحبوب الذي تحبه القلوب وتألهه سبحانه وتعالى، فهو المعبود المألوه المعبود، وهو المحبوب سبحانه وتعالى تحبه القلوب. ولا يسمى بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان أيضا من أسماء الله جل وعلا، يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة
من صفاته جل وعلا، فهو يرحم عباده برحمته الواسعة وبرحمته الخاصة. فالرحمة صفته، والرحمن الرحيم اسمه سبحانه وتعالى، اسمان من أسماء الله. قالوا والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود، فالحمد لله أي الثناء لله عز وجل، فهو الذي يستحق الحمد. وأل في الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد كلها لله جل وعلا ملكا واستحقاقا، فهو يحمد سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الثناء الكامل، لأنه هو المنعم بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ويحمد جل وعلا على كل حال، أفعاله كلها محمودة، وصفاته وأسماؤه كلها محمودة، وذاته جل وعلا محمودة، فله الحمد المطلق الكامل من كل الوجوه. الحمد لله أي مستحق لله عز وجل. الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره الحمد مستقر أو كائن أو مستحق لله جل وعلا. رب العالمين، هذا أيضا اسم من أسمائه، الرب سبحانه وتعالى. والرب معناه المالك والسيد والمربي، لأنه يربي خلقه بنعمه سبحانه وتعالى، ويغذيهم برزقه، فهو رب كل شيء. ولذلك قال العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، والعوالم كثيرة في السماء والأرض وفي البر والبحر، عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو ربها، مالكها وسيدها، ومربيها بنعمه، ومغذيها برزقه. كل المخلوقات هو الذي يقيمها سبحانه، يقيمها بخلقه ورزقه لها وإمداده لها. فجميع العوالم العلوية والسفلية كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الغني الحميد، غني عن خلقه. وأما الخلق فهم محتاجون إلى الله جل وعلا. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليهما، وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، يتضمنان صفة من صفاته الجليلة وهي الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. والمعنى والدين، يوم الدين هو يوم الحساب، فالدين هو الحساب، المراد به في هذه الآية الحساب، ويوم الدين يوم القيامة، فهو المالك في ذلك اليوم. ولهذا جاء في الآية الأخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتنتهي الأملاك في الدنيا وتعود إلى الله جل وعلا، ففي الآخرة ليس فيها ملوك سوى الله جل وعلا، هو المالك وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم يتساوى فيه الناس أمام رب العالمين، وكل يحاسب ويجازى بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى. فالميزات التي كانت في الدنيا
بالملك والرئاسة والغنى والجاه، كل هذا ينتهي مع الدنيا، ولا يبقى في الآخرة إلا العمل والجزاء. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أول فعل في القرآن، إياك نعبد، نعبد أول فعل في القرآن في المصحف، نعبد ونستعين، والأصل نعبدك ونستعين بك، ولكنه قدم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص والحصر. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، فهذا يفيد الحصر، حصر العبادة والاستعانة بالله عز وجل. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولكنه عطفها وأفردها، أفردها وعطفها على العبادة من باب عطف الخاص على العام، مما يدل على أهمية الاستعانة. إياك نعبد هذا لله سبحانه وتعالى، حقه جل وعلا على عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق الله على عباده، كما في الحديث، في حديث معاذ رضي الله عنه قال: أتدري ما حق العباد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما نستعين، هذا لحاجة العبد، لحاجة العبد، فهو بحاجة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى، وهو حق للعبد على ربه سبحانه بمقتضى وعده الكريم أن يعين من استعان به سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من الله عز وجل، هذا طلب للهداية من الله جل وعلا. والهداية على قسمين: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق، بمعنى التوفيق والإلهام. وهذا الدعاء شامل للنوعين، فأنت تسأل الله هداية الدلالة والإرشاد، أن يدلك ويرشدك إلى الحق، وهداية التوفيق، أن يوفقك لقبوله والثبات عليه. تسأل الله الهدايتين، ما الهداية الأولى؟ فهي حاصلة لكل أحد، للمؤمن والكافر، لأن الله هدى الناس بمعنى أنه دلهم وأرشدهم إلى طريق السعادة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى بينا لهم ودللناهم على الحق، لكنهم لم يقبلوا ولم يوفقوا للقبول. فالهداية العامة هي هداية الدلالة والإرشاد، لأنها حاصلة لكل أحد. وأما هداية التوفيق والتثبيت على الحق، أي خاصة بالمؤمنين، أن الله هداهم وبمعنى وفقهم وثبتهم على الحق. ولهذا جاءت الهداية منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت مثبتة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه مثبتة. فالمنفية هي دلالة التوفيق، توفيق القلوب للهداية، هذا ملك لله جل وعلا، ما أحد يستطيعه إلا الله جل وعلا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم مرشد ومبين للحق، وينهى عن المنكر وعن الكفر والضلال، فهو يهدي إلى صراط، يعني يدل عليه ويبينه للناس. اهدنا
تطلب من الله جل وعلا أن يهديك، ولا تطلب ذلك لنفسك فقط، وإنما تطلبه لك ولإخوانك. ولهذا تقول اهدنا بلفظ الجماعة، تدعو الله لنفسك وتدعو الله لإخوانك بالهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والثبات، لأن المسلمين أمة واحدة، جماعة واحدة. والصراط معناه الطريق، صراط معناه الطريق، صراط المستقيم يعني المعتدل، فصراط الله مستقيم يعني معتدل لا اعوجاج فيه، وهو صراط واحد، صراط واحد عليه جميع الرسل وأتباعه، صراط المستقيم، أي دلنا على الصراط ثم وفقنا للسير عليه والاستمرار عليه إلى أن نلقاك على هذا الصراط، لا نضل عنه إلى الطرق الأخرى، طرق الضلال. صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ بينهم الله في آية أخرى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالذين يسيرون على هذا الصراط هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، هذه طبقات المؤمنين من أول الخلق إلى آخرهم، أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون، فأعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد الأنبياء الصديقون، ثم بعد الصديقين الشهداء، ثم بعد الشهداء الصالحين من سائر المؤمنين. تسأل الله أن يجعلك مع هؤلاء وأن تسير مع طريق هؤلاء لتصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جناته. صراط الذين أنعمت عليهم، ودائما صراط الله موحدة ليس فيها تعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الصراط تارة يضيفه إلى نفسه سبحانه، وأن هذا صراطي إضافة تشريف وتكريم، وتارة يضيفه إلى المؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إلى المنعم عليهم، فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى وأرشد إليه، وأضافه إلى المنعم عليهم لأنهم هم الذين يسيرون عليه ويلزمونه ويحرصون على معرفته. أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل العلم والعمل، الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم كل من عنده علم ولكن ليس عنده عمل، كاليهود عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، أخذوا العلم وتركوا العمل، والعلم بدون عمل لا ينفع، بل يكون حجة على صاحبه، وصار مغضوبا عليه لأن جرمه أشد، لأنه عصى الله على بصيرة، فغضب الله عليه والعياذ بالله، لأنه عصى الله على بصيرة، ترك الحق وهو يعرفه فصار مغضوبا عليه. فكل عالم لا يعمل بعلمه فإنه مغضوب عليه، لأنه ترك الحق على بصيرة بعد معرفته. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، العلم إنما يراد للعمل، فمن لم يعمل بعلمه فإنه مغضوب عليه ولا ينفعه علمه.
ولا الضالين، وهم الذين عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، عندهم عمل بدون علم، يعملون على غير علم وعلى غير دليل. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، فإن عندهم عبادة، عندهم رهبانية، ولكنهم يعملون بغير علم. ومثلهم كل من عمل بغير علم كالمبتدعة والخرافيين وكل من عمل بدون علم وبدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله فإنه ضال. ضال يعني ضايع، تايه عن الصراط. فهؤلاء تركوا الصراط وهم يعرفونه، وهؤلاء لم يعرفوا الصراط، صاروا يعملون على غير هدى. فأنت تسأل الله أن يجنبك الطريقتين، طريقة العلم بدون عمل وطريقة العمل بدون علم، وأن يوفقك للطريقة الأولى التي هي طريقة العلم والعمل. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وهو طريق المنعم عليه. فهذه السورة، وإذا فرغت من قراءتها في الصلاة أو غيرها تقول آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء. وفي الصلاة يؤمن، صلاة الجهرية يؤمن الإمام والمأمومون، وفي الصلاة السرية كل يؤمن لنفسه سرا. والتأمين على الفاتحة مستحب من سنن الصلاة. وآمين ليست قرآنا وليست آية، وإنما هي دعاء. فهذه السورة اشتملت على علوم عظيمة. أولا، فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله في توحيد الربوبية، يعني هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط إلى آخره، هذا في توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات في قوله: مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذه أسماء من أسماء الله، ورب العالمين، هذه أسماء من أسمائه سبحانه. والأسماء والصفات داخلة في توحيد الربوبية. اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة، بدأ الله بها القرآن، وختم القرآن بها في آخر سورة الناس الأنواع الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، إله الناس أي المعبود الحق سبحانه وتعالى. واشتملت هذه السورة أيضا على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو الطلب، طلب الحوائج من الله جل وعلا. ففي قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا من دعاء العبادة، وإياك نستعين هذا من دعاء المسألة، تطلب الإعانة من الله، اهدنا الصراط المستقيم، كل هذا دعاء عبادة، دعاء مسألة. فجمعت هذه السورة بين نوعي الدعاء. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم،
قال الله جل وعلا: مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فهذه السورة قسمان: القسم الأول ثناء على الله إلى قوله إياك نعبد، والقسم الثاني دعاء وطلب من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. ومعنى قوله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة، سماها صلاة، وهذا من أسماء الفاتحة أيضا أنها تسمى صلاة، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والفاتحة دعاء كما عرفتم، الفاتحة دعاء كما عرفتم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقسم الله هذا الدعاء بينه وبين عبده. وفي هذه السورة إثبات يوم القيامة والحساب، مالك يوم الدين، هذا فيه إثبات البعث وإثبات الحساب، ردًا على المشركين الذين ينكرون البعث. وفيها في هذه السورة أيضًا الرد على جميع طوائف الكفر، فيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حيث حصر العبادة والاستعانة بالله عز وجل، فدل على بطلان الشرك. وفيها الرد على نفات الصفات، نفات الأسماء والصفات من المعطلة، من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من نفات الأسماء والصفات، لأن الله أثبت لنفسه في هذه السورة الأسماء والصفات، ففيها رد على المعطلة. وفيها الرد على اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيها الرد على جميع الطوائف الكفرية من مشركين ومن نفات ومعطلة للأسماء والصفات، ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ففيها الرد على جميع طوائف أهل الضلال. وفيها إثبات الرسالات، لأن قوله رب العالمين مقتضى ربوبيته أن يرسل الرسل، من مقتضى ربوبيته لعباده أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم، وكذلك مقتضى رحمته الرحمن الرحيم، من مقتضى رحمته بهم أن يرسل إليهم الرسل ليدلوهم على الحق ويبينوه لهم، فهذا من مقتضى ربوبيته ومن مقتضى رحمته سبحانه وتعالى، ففيها إثبات الرسالات. فهذه سورة عظيمة تشتمل على هذه المعاني الجليلة، وهي سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات. فالذين جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يقولون الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يجهرون بها في الصلاة لأنها عندهم آية من الفاتحة. والذين قالوا إن وهم الجمهور قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإنما يستحب الإتيان بها، لأن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت من الفاتحة لبدأوها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت من الفاتحة لجهر بها. إذن من أين تكون الفاتحة سبع إذا لم تكن منها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا الآية السادسة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. وأما أهل القول الأول فيجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلونها آية واحدة، ويجعلون السابعة
هي بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا بعض الكلام على هذه السورة العظيمة، ولا يتسع الوقت لأكثر منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق والصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.